بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم راح نسوي مراجعة عن الشابتر الثالث لكتاب النحو المرحلة الثالثة كتاب كويرك. في اول موضوع احنا خلينا نعرف البداية الفصل هو يتحدث عن الverb and the verb phrase، يعني هو شابتر 3 يحكي لي عن الفعل، وراح نخوض ببحر الفعل ونتعرف عن شكما موجود بي. بالبداية منطيك the types of verb، منطيك أنواع الفعل. طبعا هنا أنواع الفعل مو هي أنواع الفعل اللي هي الترانزيتيف وجماعتها وكذا، هذاك واحد وهذا واحد. واحد يجيني يقول الأستاذ زين أنا شلون أميز؟ لا، هو بالامتحان لازم يحدد لك الأستاذ، طالما يمتحنك فصل ثالث وفصل رابع. اذا ممتحنك بس فصل ثاني انت تعرف اللي هم الترانزيتيف، الترانزيتيف لينكينج فيرب، مونو ترانزيتيف والى اخره. اذا بس فصل ثالث، عفوا اذا بس فصل ثالث ثاني. اما اذا فصل ثالث فمن يجيب لك انواع الفعل اكيد يريد الليكسيكال او يريد الاوكسيلري. طيب الليكسيكال فيرب، نعم ذاك النهار لما امتحنا جبت لنا سؤال ترد انواع الفعل مال الانفكس مال اللازم والمتعدي، وهنا همينا عندنا بالشابتر الثالث انواع الفعل. اذا اجت بالامتحان جمل يا شلون اعرف؟ مو ذكرت لك هسه. اذا كان الامتحان بس بالفصل الثاني اكيد هو ترانزيتيف ان ترانزيتيف لينكينج فيرب وجماعتها. اذا فصل ثالث طيب الفاينل لازم يحدد، يعني شوف فيكم، هو راح يقول لك طلع لي. هو طبعا شوفه طلع، هو بشكل عام من يقول لك اريد انواع الفعل، يعني هو ما يقول لك اريد الليكسيكال اوكسيلري. احنا عندنا الليكسيكال اللي هو الفعل الرئيسي، الفعل الرئيسي هو اللي يتقسم الى ترانزيتيف وان ترانزيتيف وستاتيف والانتنسيف والاكستنسيف. يعني انت هم يوم شفت كم والول لينكينج فير، تفهمون قصدي؟ الليكسيكال هو الاصل، وبعدين الليكسيكال يتفرع الى انواع. فمثلا انا عندي I write a story. اذا اريد اتفنن اقول له يابا هاي ليكسيكال ترانزيتيف. ليكسيكال ترانزيتيف يعني فعل ليكسيكال، هو ترانزيتيف يعني فعل متعدي. هيك مثلا اقول له بس ترانزيتيف، حل صحيح. بس انت مو وين ما يجيك فعل وتقول له ليكسيكال، بس هو في الغالب يعني 90% الاستاذ يحدد لك، يقول لك اريد انطيني نوع الفعل ترانزيتيف ان ترانزيتيف لينكينج فيرب انتنسيف اكستنسيف مونو ترانزيتيف داي ترانزيتيف والى اخره. الامتحان الاول اللي امتحنتكم بي اني وبوقتها ما حددت، ليش؟ لان هو اصلا الفصل الثاني اللي هو الترانزيتيف والانترانزيتيف واللينكينج فيرب وجماعه. طيب عرفنا الليكسيكال هو الفعل الرئيسي، ووك رايت بلاي بيوتي والى اخره. الاوكسيلري اللي هو الفعل المساعد اللي هم الدو والهاف والبي، هذول نسميهم البرايمري، وهذول الافعال الناقصه نسميهم احنا مودل. اكو واحد من عندكم ما يعرف شنو يعني مودل مرحله ثالثه؟ ما يعرف شنو يعني مودل افعال ناقصه؟ الكل يعرف اللي هن كانوا جماعته. طيب راح نبدي ناخذ الليكسيكال ونشوف التغييرات اللي تصير على الليكسيكال، و ايضا ناخذ الاوكسيلري ونشوف التغييرات اللي تصير عليه. طيب بالبداية منطيك الفعل هذا وينه، وقال لك الفعل الى خمس صيغ. منطيك البيس اللي هو الفعل المجرد، وقال لك يابا بعدين احنا نضيف له اس الشخص الثالث، بعدين نضيف له الماضي، بعدين نحوله للاي ان جي، بعدين نحوله للتصريف الثالث للفعل. اذا احنا لازم نعرف بان الفعل الى خمسة صيغ، ولا خمسة اللي هم
اللي هم الأول المجرد، الثاني أذن لازم تعرفونهن ولازم تحفظون عليهم أمثلة. طيب معلومة أخرى عرفنا. الآن راح نحكي عن الإضافات، راح نحكي عن الإضافات، راح نفسخ الإضافات. راح نبدي اولا بالريجولر. شنو يعني ريجولر طلاب؟ شنو يعني ريجولر ليكسيكال فيرب؟ شنو معناها؟ يعني قياسي. احسنتم، اللي هي الافعال القياسيه، اللي احنا نقول عليها الافعال التي تتبع قاعده الاي دي. هذه ما عندنا بها مشكله. يعني اكو واحد من عندكم ما يعرف يحول الكول للماضي؟ اكو واحد من عندكم ما يعرف اي شلون يحولها؟ نعم، او بالاي ان، هذا اللي ما به المشاكل. فمثلا معطيك مثال، قال لك الكول مثلا كولينج يصير لايكينج تراينج كولز، دي يعني دي يسوي لها اشتقاقات، يعني دا يعطيك امثله. طيب لان هذن سهلات بسيطات فما اخذ لك تفاصيل بيهن، يعني ما اجي يشرح لك ويعطيك امثله. ليش؟ لانهن معروفات وثابتات، يعني ماكو واحد مرحله ثالثه ما يعرف هذا الشيء. هذا بالنسبه لثلاثه اربعه، هذا حكي كله مقدمه. ثلاثه خمسه راح يحكي لنا عن اضافه الاي ان جي واضافه الاس، يخذونا بيهن بالتفاصيل. قال لك البش يصير ابوشنج، sleep يصير sleeping، هيك. بعدين انطاك قاعدة، قال لك دير بالك ترى إضافة الأس بها قواعد، مو بكيفك تضيف الأس، تضيف أس أكو قواعد لإضافة الأس. الإضافات ذولا طبعا اللي هم أنا أنطقها إز بعد الحروف التالية، وأنطقها س وانطقها از، هذا اللي لازم ينحفظن وممكن يجيك بالامتحان. يعني ممكن يعطيك كلمة ويريد النطق مالتها، شنو نطقت؟ از لو اس لو س لو ز. القواعد يمك شفتهن، فاعتقد هسه الامور واضح. يعني ممكن بالامتحان يجيب لك باس ويقول لك اريد الاضافة، اريد النوع النطق، شنو نطقت هنا؟ لازم تعرف هذا الشيء، لازم تعرف هذا الشيء. طيب اما بالنسبه لاضافه الاي ان جي الاي فهي نفس الحاله ايضا، اضافه الاي دي ايضا لها قواعد. نعم، اضافه مثل ما تشوفون اللي هي اضافه شو وقت ننطقها، يعني هي يعني تقدرون مثلا احنا ننطقها ات لما الفعل ينتهي بتي دي، وننطقها ات لما ينتهي با تا كا با كا فا جي اتش اس اتش ذولا، وننطقهم اد لما الكلمه تنتهي ب ال ن ر ج ف س ز. هاي ايضا ممكن بالامتحان يجيب لك كلمه مثلا نيد ويقول لك اريد النطق مالت الاي دي بالاخير، تقول له نيدد اذا تنطق اد. ايضا هذه ذكرناها وقلنا مهمه. بعدين راح نحكي عن 3 7 واللي هو doubling of consonant. شنو يعني doubling of consonant؟ يعني مضاعفه الصوت الصحيح. احنا نعرف بان الكلمات دائما من نريد اضيف لهم اضافه لازم اعرف بانه مرات لازم اكرر، مثلا bar barring permitting، يعني اكرر الحرف الصحيح. اكو واحد بيكم ما يعرف هالمعلومة، مثلا عندي swimming اكرر الحرف الاخير لانه منتهي بحرف صحيح وقبلها حرف علة. طيب اكو هنا اكو مشكلة، يعني دائما الكلمة من منتهية بفعل من منتهي بحرف صحيح وقبلها علة اكرر الحرف الاخير واضيف ed او اضيف ing او اضيف er او اي كان. لهنا واضح؟ ولكن اكو بعض الحالات الشاذه، اكو حالات شاذه هي منتهيه بفعل بحرف صحيح وقبل حرف عله ولكن ما اكرر، مثلا انت انترينج هنا ما راح اكرر، هاي لازم تحفظونهن بانه يعني هيجي. مثلا عندي همبج، شوف مثلا عندي عفوا ترافيك، مثلا ترافيكينج، شوف ترافيك ترافيكينج عفوا
trafficking يعني هنا أنا راح أضيف ك من عندي النوب وخلي آي إن جي. هذين إخوان لازم ينحفظن، لازم. أيضا عندك مثلا كلمة الترافل ممكن أكرر وممكن ما أكرر، بالبريطاني أكرر، بالأمريكي ما أكرر، فأنت لازم تحفظها، تعرفهم اثنينهم زين يعني، لازم تعرفهم اثنينهم. مثلا عندك بروجرام نفس الحالة أيضا، هذا إخوان لازم تبصمهم بصم، تنسخ النسخ وتحفظهم. حالة الواي اعتقد كلكم نعرفها، نقلب الواي الى اي ونضيف اي دي، او نقلب الواي الى اي ونضيف اي دي. اكو واحد من عندكم ما يعرف شلون الاشتقاء؟ احنا طلاب لا ننسى، الفصل كله يحكي عن من؟ الفصل كله يتكلم عن عن الفعل واضافاته. شكو شيء يخص الفعل وسوالف راح نحكي عنه. كاري كاريز، ولا تنسون اكو عندنا افعال شاذة راح ناخذها ان شاء الله بالايام الجاية بالمحاضرات بالوقت القادم. عندك ايضا هنالك حالات شاذة، مثلا عندك داي، نقلب الاي اي الى واي ونخلي اي ان جي، ذني لازم تحفظهن ايضا، ذني مهمات. عندك كلمات يعني ما راح ينحفر اي ما تنحذف، مثلا عندي كلمة داينج اللي هي يصبغ، يعني انا اتذكر مره قلت لكم بالامتحان، اتذكر دكتور رعد الله يذكره بالخير، دكتور رعد العزاوي جاب لنا بالامتحان كلمه من هاي الكلمات، طلاب طبعا حسوا انفسهم قالوا كي ها هي روح، كلهم حذفوا الاي، طبعا الجواب غلط، الاي ما تنحذف وانما تنزل بدون اي حذف، هاي حاله شاذه لازم تحفظونها. نجي الان 13 راح نحكي عن الريجولر لكسيكال فيربس اللي هي الافعال الغير قياسيه. طبعا الافعال الغير قياسيه اعتقد هي يعني هي حفظ افعال شاذه، هذا كلها حفظ، هاي لا هنا هذا الحكي كله يخص الافعال الشاذه، هاي القواعد كلها اللي تقرونها، يعني ما مطالب من عندك بالامتحان تجي تحفظ قواعد شلون نغير الافعال الشاذه، هي اسمها شاذه اصلا، فهاي خلاص بس مجرد تقراها قرايه لا اكثر ولا اقل. طيب نجي الان الى الاوكسيلاريز اللي هي الافعال المساعده. الان نجي الى الاوكسيلاريز اللي هي الافعال الناقص الافعال المساعده اللي هي الدو والهاف والبي. اعتقد احنا كلنا نعرف شنو يعني الدو، اعتقد كنا نعرف بان الدو هي والدز هي افعال مساعده مال مضارع بسيط، والدد هي فعل مساعد مال الزمن زمن الماضي البسيط. ايضا نعرف بانه الهاف هو فعل مساعد لزمن مضارع التام الماضي التام، الهاف والهاز مضارع تام، الهاد ماضي تام والى اخره، بس انا ذكرت قبل وارجع اذكر مرة اخرى. الان من اقول I have eaten the apple، الهاف هنا شنو طلاب؟ auxiliary حلو، بس من اقول I have a car هل الهاف هنا main verb؟ يا خمان اكل سيارة، خمان اكل سيارة، I have a car انا عندي سياره، بمعنى انا الهاف معناها يملك. شلون اقول اي جو اي ايت ابل؟ شلون بمعنى انا اكلت تفاحه؟ هذا مضارع بسيط. اذا الهاف ايش وقت اقول عليها فعل مساعد هي والهاز والهاد؟ لما يجيني وراها تصريف ثالث للفعل، يعني اذا جبت لك بالامتحان I have had تقول لي الاولى اوكسيلري والهاد الثانيه الهاف اوكسيلري والهاد لكسيكال اللي هو المين فير. طيب هذا الحكي احنا كليته يعني ما اخذينه البي، هاي خلاص يعني البي اصلا احنا مستهلكينه هذا الموضوع. لازم تعرف بانه البي لها خمس صيغ، ثمان صيغ لا تنسى، ثمانيه
امو از وار ووز وير احنا اوريدي ماخذينها ومتحدثين عنها بما فيه الكفايه. الان راح نحكي عن المودلز اللي هم الاوكسيلري واللي هم الافعال الناقصه، طبعا مثل ما تشوفون قدامكم اللي هم الكان والكود والمي، ولازم ناخذ ملاحظه عنهم بان كل هاي الافعال الناقصه دائما يجي وراهم فعل مجرد، يجي وراهم دائما فعل مجرد. طيب اذا اخذنا طبعا هسه هنا عندنا المودل اوكسيلريز اللي هم الافعال الناقصه، هنا راح يحكي لك عن الافعال الناقصه وقال لك يعني اعتقد هو هنا مبالغ يعني شويه، يعني منطيق حالته يعني اكو واحد من عندنا ما يعرف بانه احنا الافعال الناقصه هي ننفي ونسال بيها، قال لك ترى دير بالك من تريد تنفي قول كان مثلا، تقول كان كانت يعني مثلا هنا شوف قال لك الكان كانات او كانت ماست، بعدين قال لك على الماسنت ماست، بعدين هنا منطيك النيد قال لك النيد نيدنت دير ديرنت، وطبعا هي كلمه النيد نقدر ننفي بيها او نقدر نعتبرها كفعل مساعد، يعني نقدر نقول اي نيدنت او اقدر اقول اي دونت نيد، يعني صحيحات. فركز لي على النيد دير بالك عليها، النيد اقدر انفي او اسال بيها واقدر ايضا اعتبرها كفعل رئيسي اي دونت نيد او اي ديدنت نيد، يعني حاله الفعل الرئيسي. هاي ركزوا لي على النيد، يعني ايضا معلومه جانبيه ممكن تستفادون من عندها. طيب الفاينايت والنون فاينايت، الفاينايت قلنا هو الفعل الذي يرتبط بزمن وفاعل، يعني الى فاعل والى زمن. النون فاينايت لا فاعل ولا زمن. ناخذ امثله مثلا هنا قال لك الفاينايت فير، الفاينايت هي سموكس هافلي، الان كلمه هي سموكس اي جمله مضارع بسيط، عرفت الزمن اكو فاعل، اي نعم عندي فاعل هي. طيب از سموكينج، هي از سموكينج هذه مضارع مستمر، عرفت الزمن وعندي فاعل، هذا فاينايت. الان من اجي على النون فاينايت قال لك تو سموك، تو سموك ان تدخن، انا لا عندي فاعل ولا عندي زمن. وركينج الفعل وركينج، بس الفعل وركينج ما له علاقه بالفاوند، انا الفصل مالتي يحكي عن الفعل الفير، الفصل مالتي ما يحكي عن الجمله، يحكي عن الفعل، الفعل نفسه ورك ووكينج، هذا نون فاينايت لان لا عندي فاعل ولا عندي زمن. هسه واحد يقول استاذ ليش مو عندي اي؟ اي الاي هاي مال الفاوند ما لك علاقه بيها انت، انا قاعد احكي عن الفعل نفسه. Having been offended هنا يا زمن، انا ما اعرف يا زمن ليش ماكو، لان ما اعرف ما عندي فاعل. فهذا هو النون فاينايت والفاينايت. بالنسبه ل 23 راح نحكي عن المودل والبيرفكتيف، هنا يعني خلينا نقول راح ناخذ كم هيئه للفعل بشكل عام، يعني او كم يعني ما اعرف حقيقه شو نسميها احنا باللغه العربيه، يعني ما يحضرني المصطلح المناسب، ولكن يعني احنا خلينا نقول هيئه للفعل او مو صيغه، لان صيغ الفعل احنا اخذناهم خمسه اللكسيكال اللي هم اس وكذا، لا هاي يعني بشكل عام كفعل مساعد او كفعل رئيسي احنا هي يعني كم حاله للفعل ممكن. نعم الحاله الاولى هي حاله المودل اللي هي الافعال الناقصه هي وود فيزيت، البيرفكتيف اللي هي التام، اعتقد تعرفون شنو يعني تام، هاد وراء تصريف هاد. بروجريسيف اللي هي حاله الاستمراريه، يعني موضوع ترى صار حشاكم سخيف يعني سووها بالملحه كويرك تحياتنا له. عندنا الباسيف اللي هو المبني للمجهول، يعني ووز وراها تصريف ثالث، ووز او يعني جماعه البي وراهم تصريف ثالث. قال لك هنا الكونتراست اكسبريست ان ذا فيرب فريز، راح نحكي عن بعد شغله اخرى بوعول عليها. قال لك الفويس انفولفينج اكتيف، هنا طبعا الفويس اللي هي يعني قصده انه الجمله باللغه الانجليزيه هي جمله عباره عن فعل،
قال لك ممكن تكون مبني معلوم ومبني للمجهول. حلو اوكي افتهمنا. قال لك الجملة او الفعل نفسه ممكن يخضع، يعني الفعل نفسه ممكن يخضع لحالة المبني للمجهول وحالة المبني للمعلوم. طيب قال لك الفعل نفسه يخضع لحالة السؤال ولحالة الإثبات، مثلا جون ويلسينج او ويل جون سينج. شوفون هذا ده يقول لك يابا يخضع الفعل للعملية، لعملية السؤال او لعملية الجواب. بعدين قال لك النيجيشن اللي هي حالة النفي، قال لك ترى الفعل يخضع لحالة النفي. شلون يعني نفي؟ يعني انا انفي. جون ويل سينج، جون ويل نوت سينج. طيب بعدين قال لك الفعل يخضع لحالة الامفسايز. يعني شنو الامفسايز؟ يعني تأكيد. يعني مثلا انا اعرف واحد اسمه جون، هو ممكن يكون شخص يعني خلينا نقول مسلم، واني سمعت بانه جون يغني، فانا ما متاكد. يجيني واحد يجاوبني يقول لي جون ديد سينج، خلالي ديد كابيتال، اكد لي بانه جون، لا لا جون ترى يغني، فاكد لي. إذن الفعل للفعل حالة تسمى الامفسايز، بمعنى تأكيد الفعل، تأكيد الفعل. احنا اعتقد الموضوع واضح. بالبداية قال لك الفايز اللي هي المبني مجهول مبني للمعلوم، ذا دكتور والاكزماين هذا مبني معلوم، بعدين قلبها مبني للمجهول، الكويشن سؤال ومثبت، مثبت نفي تنفيها، امفسايز تأكدها. وعندنا ايضا الامبراتيفز اللي هي الحالة الامرية، لانك تأمر شيء معين. يعني امر من اقول لك go don't go والى اخره. طيب ذني ضروري نقراها ونطلع عليه ونعرف بشكل عام عنهم. التنس الزمن اللي هو non linguistics concept، يعني هو مصطلح يخص الزمن، يعني مضارع ماضي مستقبل، خلاص هذا المقصود. تعريف لازم ينحفظ طبعا. الاسبكت اللي هي الخاصية، خاصية الفعل، بمعنى هل هو الحدث completed or progress، وسراح ناخذه بالكتاب ايضا. والمود قلنا المود هي يعني خلينا نقول عليها معنى الفعل، الغرض من الفعل. The variable action to such obligation necessity، يعني هل احنا قاعد نحكي عن، هل قاعد نحكي عن ضرورة، عن يعني عن تحذير، عن شنو، عن شنو قاعد نحكي احنا؟ المود خلينا نقول بتاعته، المود مالته. طيب من يقدر يعيد لي بعد مرة ثانية شنو المقصود ما بين، شنو مقصود بالتنس والاسبكت والمود؟ ما يصير عيد انهم بعد مرة اخرى، خلينا الصورة تكون اوضح. Non-linguistics. It's the division or... Yes, yes. Concept with the three different past tense and present tense and future tense. This about the tense. يعني بيكون داخل الجملة أو بزمن الجملة قد يكون ماضي، زمن الجملة yes. ماضي أو مضارع أو مستقبل. جي جدا. أما بالنسبة للأسبكت هو concern the manner، يتعلق بالطريقة. In which the variable option من حول اختيار الفعل. يعني هل الحدث منتهي ام غير منتهي؟ هيك هذا هو المقصود بالاسبكت. المود المود وي كان سي ذا مود اور ذا مود ريليت ريليترز، يعني حاله الفعل اللفظيه. وي كان سي ذا فيربال اكشن تاتش كونديشن يس اتس ذا or obligation or يعني هل الفعل يدل على ضرورة احتمالية إجبار؟ يعني هذا هو المقصود بهم. نعم شكرا جزيلا يا ميسرة، بارك الله بيك. طيب طبعا احنا نعرف، يعني احنا من نريد نحكي عن التنس الزمن اللي هو اعتقد يعني واضح، سيمبل مضارع ماضي، هذا ما
كله معروف. طيب الآن راح نحكي عن 3.28 اللي هو present المضارع. المضارع له في الحقيقة فشي اسمه timeless بمعنى يعني بلا زمن. اللي هو شلون timeless؟ يعني شنو بلا زمن؟ يعني أنا ما عندي نقطة محددة ثابتة يكون بيها حدوث الفعل. من أقول I always write with a special pen، أنا دائما أكتب بقلم الخاص. طيب إيش وقت أنت تكتب بالضبط؟ من يقول لي إيش وقت؟ طيني وقت اللي تبدي بي. ما نعرف. إذا هو ليش سماها timeless؟ لأن أنا ما أعرف. بمعنى أن الحدث ليس له نقطة ثابتة. timeless. limited إلى وقت ثابت. من أقول I am writing بمعنى بهاي اللحظة أنا I am teaching أنا قاعد أدرس هسه بهاي اللحظة. إذن أكو وقت محدد. طبعا حالة C اللي هي عبارة عن دمج ما بين السمبل والcontinuous، يعني اللي هي الجملة اللي يكون بيها وقت محدد ويكون بيها أيضا بنفس الوقت وقت غير محدد. من أقول first I write with my ordinary pen، أول شيء أنا كتبت بقلمي. As you see, I am drawing. يعني هي عبارة عن خلينا نقول جملة نربط بها حدث محدد وحدث غير محدد. يعني جملة بها حدث محدد وحدث غير محدد. يعني حسب السياق مالتي. طيب. الباست اللي هو الماضي. طبعا يعني هنا هذا الحكي كلش راح يفيدنا هذا المخطط. إذا لاحظ بأنه الباست الماضي، شوف قال لك الماضي هو طبعا شوف الماضي حدث تم بالماضي، شوف ممكن يكون وقت محدد من مدة لمدة. يعني من أقول مثلا من الساعة 10 للساعة 5، من الساعة 5 للساعة 10 وقت محدد. طيب من أقول في وقت مضى، أنا ما أعرف إيش وقت بس هو بالماضي، شوف ما محدد لك، أي من ما حدد لك خطوط بمعنى أن الوقت مفتوح ليس هنالك وقت محدد، بس من يحدد لك تاريخ شوف مخلك هنا هذا المستطيل محدد. ليش محدد؟ بمعنى أنه عندي وقت بداية وقت نهاية من الأحد إلى الأربعاء، شوف حاط لك مستطيل نهايته بس هنا خلك يا مفتوح. مثلا على سبيل المثال فيما مضى، أنا ما أعرف إيش وقت الحدث صار بالضبط. طبعا هذا طلاب ترى نحكي عن الأزمنة هسه، إحنا اخوان قاعد نحكي عن الأزمنة ترى لا أكثر ولا أقل. يعني ما عندي أي شيء جديد، يعني موضوع الأزمنة اللي هو المضارع البسيط والمضارع المستمر وإلى آخره. يعني حتى هنا هسه إذا تشوفون هنا قايل لك adverbial with simple past اللي هي الكلمات اللي تستخدم ويا الماضي البسيط، اللي قالك yesterday on Tuesday، وهنا قايل لك on present perfect اللي هم المضارع التام اللي هم since already. احنا ذني اصلا ماخذين بالمرحله الاولى، واحد من عندكم ما يعرف ذني؟ فترى هذا هو موضوع الازمنه نفسه لا اكثر ولا اقل، موضوع الازمنه نفسه. طيب هو بشكل عام موضوع الثلاثه الى 31 الديفينيت يعني المعرف، الشيء اللي احنا نعرفه. الاندفنت بمعنى الشيء الذي لا نعرفه، يعني هذا بشكل عام ده احكي لكم بشكل عام. فانا مثلا من قايل لي مثال قايل لي he says that he has seen a meter، قال لك a meter بمعنى انه بشكل عام ما اعرفه من هو، at some time في وقت ما. اذا انا ما اعرف الوقت المحدد غير معرف، ما اعرف بالضبط ايش وقت غير معرف. بس من اقول he says that he saw the meter last night، ليلة هنا هذا محدد، يعني لازم تعرفوا لي هذا الشيء. يعني هنا لو 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 الاستاذ بالامتحان جاب لك جملة مثلا did you know that John has printed او did you know that John has printed this، هنا this هذا محدد معرف، هنا من هنا الاولى غير محدد الثاني محدد. من تريد تكتب شرح انت طبعا اوضح لك الفكره باللغه العربيه وانت تقدر تشرحها براحتك باللغه الانجليزيه. الفكره بان الجمله الاولى لما قال هي سيز ذات هي هاز سين اميتا، الان انا ما اعرف اي دو نوت نو ويتش تايم
اي الوقت the events has occurred. قال لك between earliest memory and the present, ما بين المضارع والماضي. اذا ما اعرف هذا indefinite ما معرف, بس من اقول last night لا, here I know the specific details, انا اعرف التفاصيل بانه في الوقت الماضي, واعرف حتى هنا قايل لك ذا. شوف هنا مستخدم الذا, ليش مستخدم الذا؟ ال يعني ليش الشيء يعرفه. يعني مثلا والله البارحه مثلا باللغه العربيه, والله البارحه شفت ولد صديقنا, عفوا والله مره شفت ولد من قرايبنا, مره ما اعرف الوقت ولا اعرف الولد من قرايبنا مثلا, بس من اقول والله البارحه التقيت بابن عمي احمد. الان من اقول والله البارحه التقيت بابن عمي احمد, البارحه وقت محدد وصديقي احمد محدد اني اعرفه. فهذا الشيء ايضا لازم تعرفونه ولازم يخلونه ببالكم شنو المقصود به. موضوع الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام, يعني ما اعتقد واحد من عندكم ما يعرف شنو يعني ماضي تام. حدث تم بالماضي وكان الحدث بعيد جدا. يعني هو شوف دائما استخدام زمن الماضي التام, حدث تم بالماضي وكان هنالك قبله حدث آخر. يعني من أنا دخلت مثلا, شوف من أنا رحت للعزيمة لقيت والدي هناك, يعني حدث وصاير قبل حدث آخر. شوف هاي الجملة, I ate my lunch, أكلت الغداء, after my wife had come home from her shopping. يعني أني تغديت بعد ما زوجتي اجت. يعني بالبداية أنا جاي موجود, بعدين يعني من اجت زوجتي لقيتني أنا موجود هنا, أو أنا موجود أنتظر. يعني الفكرة وين بشكل عام اريد اوصل لكم اياها, بأنه أكو حدث قبله حدث آخر. هذا الماضي التام, الماضي التام. And past and progressive, الماضي المستمر اعتقد كلنا نعرف انه هو حدث استمر بالماضي. وبعض الاساتذه في بعض الجامعات طلابنا الاعزاء يطالبك بالازمنه, ممكن يجيب لك يسوي لك مضارع بسيط مضارع مستمر. فحاول تراجع موضوع الازمنه يا ريت تركز لي عليه. شوف حتى هنا present perfective, perfective progressive اللي هو المضارع التام, ترى ممكن الاستاذ بكل. يعني انا اتذكر مره كانت مرحله أولى, إيه نعم كنت مرحلة أولى, امتحنت ويا طلاب المرحلة الثالثة بالفاينل وبكتها الدكتور رعد الله يذكره بالخير, نفسه هو الدكتور كان جاب لهم بالامتحان سؤال كامل مالت أزمنة. يعني مرحلة ثالثة سؤال كامل, قال لهم هذا السؤال جبت لكم إياه حتى تضبطون الأزمنة, لأن من تتخرجون راح يعني تراجعون الأزمنة, فضروري جدا تتعرفون على الأزمنة. فيا أخوان ركزوا على الأزمنة, ركزوا على الأزمنة, هذا الشيء ضروري جدا. هنا أيضا عندنا الـ verbal meaning and progressive. طبعا إحنا عندنا أفعال يسمونهن الديناميك, اللي هن أفعال الديناميك اللي هم أفعال الحركة, اللي هم مثلا play يلعب, play يلعب, ask, drink يشرب, هاي أفعال الحركة. عندنا process verb اللي هي أفعال التحويل أو أفعال الحركة التغيير, اللي هم change يغير, grow ينمو. أخوان هذني ممكن بالامتحان يجيب لك الأستاذ, يعني ممكن يجيب لك, هذه مو أنواع فعل طلاب ركز يمي, هذا مو أنواع فعل, هاي حالات الفعل, حالات lexical verb. يعني ممكن بالامتحان يقول لك give example process verb activity verb, ممكن يجيب لك مثلا جمله I am I played football ويقول لك يعني مثلا activity process هيك. عندك ايضا ال variable of body sensation اللي هي افعال الاحساس, feel يحس, يؤلم. اعتقد الموضوع جدا بسيط. ايضا افعال اللي هم افعال خلينا نقول انتقال مو تغيير, انتقال, مثلا arrive, die, يموت, leave. طبعا نشوف leave معناها يغادر, هذا مو تحويل مو change, leave يعني بمعنى الانتقال
بشكل كلي. اما change فتغيير بس. يعني احنا يعني لما نقول I change the clothes غيرت الملابس، بمعنى ان الشيء موجود وغيرناه. بينما من اقول leave لا، انا غادر كلي. باكو فرق ما بين افعال التحويل التغيير تحويل وافعال الانتقال. ايضا عندنا اللي هن احنا نسميهن افعال ال ما اعرف شو نسميهن صراحه باللغه العربيه، اللي احنا خلينا نقول عليهن الافعال الانيه، الافعال التي تتم في لحظه معينه او في لحظه سريعه جدا، لحظيه او انيه. مثلا هيت يضرب، جمب يقفز، كيك يركل، يسمونهن افعال انيه. طيب هذين طبعا كلهن نسميهن احنا دير بالكم نسميهن دايناميك، يعني افعال حركيه. ايضا عندنا الاستاتيف، طبعا الاستاتيف اللي هي الافعال اللي احنا نسميها الافعال الثابته، الافعال التي لا يوجد بها حركه. يعني مثلا من اقول اسمع، انا سمعت، بها حركه، انت تسمع هذا الشيء. من اقول لايك يحب، بها حركه. ها طلاب، من اقول understand يفهم، ما بها حركه. فايضا ركزوا لي علي، يعني ممكن يكون شغلات بالعقل. نعم، مرتبطه بالعقل، مرتبطه بالمشاعر او حسيه يعني. بالضبط. ايضا عندنا افعال الانتماء، بمعنى يعني الشيء يعود لشيء. مثلا belong consist of، مثلا علي مثلا the school or family consist of 10 elements 10 members عفوا. مثلا عائلتنا تتكون من، يعني هي انتماء او تعود لشيء. need احتاج، عائلتنا لا تحتاج، يعني اي شيء يتل ارتباط، يعني يشمل ارتباط. بعدين شرح لي عن الفيوتشر، عن المستقبل، يعني موضوع المستقبل. الازمنه ركزوا لي عليها ايش قد ما تقدرون، ترى الازمنه مهمه. ال going to، what are you going to do. انا عندي ملزمه مالت ازمنه، تحبون انزل لكم اياها تراجعون بها الازمنه؟ كون افضل استاذ. طيب تمام، انا راح انزل لكم اياها اليوم ان شاء الله بالقناه، وعادي تقدرون يعني تستفادون من عندها. ملزمه كلش مرتبه، حتى الاستخدامات وهاي السوالف كلها موجوده. طيب use of the model auxiliaries، هاي موضوع استخدام الافعال الناقصه. طبعا احنا عندنا هنا لازم نعرف بانه الكان تستخدم للابيليتي، الكان تستخدم للابيليتي، الكان تستخدم للبيرميشن. واحنا نعرف، ركز يمي زين، من اقول لك الكان تستخدم للابيليتي بمعنى اني اقدر على شيء معين، اي كان سبيك، هاي قدره. بس من اقول الكان تستخدم للبيرميشن الوضع يختلف، اقول كان اي سموك ان هير، هاي مو قدره، هاي رخصه. اذا الكان لها استخدامين هنا عندي لحد الان، عندي قدره وعندي بيرميشن. طيب شلون تجيني بالامتحان؟ بالامتحان ممكن الاستاذ ينطيك جمله ويقول لك اريد شنو هذا، يعني شنو هاي الفكره مالت الموضوع. يعني مثلا جاب لك كان اي سموك ان هير، قال لك شنو معنى المودل فيرب هنا، شنو معنى المودل اوكسيلري، تقول له بيرميشن. من قال لك هي كان سبيك انجلش، قال لك شنو معنى الفعل، تقول له معنى ابيليتي. ممكن بالعكس، ممكن يقول لك ابيليتي انطيني جمله، تقول له هي كان سبيك انجلش. وممكن يقول لك اي ام ايبل تو، يعني ينطيك هذين الدلالات ويقول لك استخدم لي، حط لي جمله مثلا. ايضا عندنا الكود نفس الحاله، لازم تعرف بان الكود هي past ability، يعني قدره في الماضي، يعني هذا الشيء يدل على الماضي. هناك الكان قدره في المضارع، نفس الحاله ونفس النظام. المي permission possibility المايت نفس الحكي بالضبط. ممكن يجيب لك اختيارات، يعني ممكن يقول لك مثلا
مثلا هنا عندي، مثلا عندي على سبيل المثال خليكم بينها والله الماست. الماست قال لك الابليكيشن، ابليكيشن اللي هي الاجبار. يعني مثلا يقول لك يو ماست بي باك باي 10 o'clock، قال لك ماست لو كم، هنا مستحيل تختار كم لان كم تدل على القدره، هاي مو قدره، هذا اجبار، انت لازم ترجع قبل الساعه 10، هذا اجبار. ولازم تعرف بانه الاجبار بالماضي يصير هاد تو، ركز يمي، الاجبار بالماضي هاد تو مو ماست، معكم ماست بالماضي، دير بالك. يعني اذا جاب لك يسترداي يو هاف تو هاد تو لو ماست، لا اختار له هاد تو، لان الهاد تو تستخدم للاجبار في الماضي، اما الماست فما لها ماضي بس مضارع. هذا الحكي كله لازم ينحفظ عليه، مثال وكل الحكي وكل السوالف، يعني ماكو شيء تعوف لي، الكل تقرا لي. شوف هنا قايل لك هي ماست، شوف بس هنا هي ماست ليف ان هاري يسترداي، ليش حاط لك نجمه هنا؟ قايل لك غلط، بمعنى ما يصير، يعني قال لك ما يصير تحط الماست ويا الماضي، حاط لك نجمه بمعنى ان هاي غلط، هاي جمله غلط. ليش حاط لك نجمه؟ دائما من يحط لك نجمه معناها الجمله غلط، هي ماست بمعنى هاي الجمله غلط. زين، يعني مثل ما تشوفون هنا منطيك مراجعه عن الافعال الناقصه، قال لك ذني المي والماي والكان، ذني كل البوسيبلتي، وقال لك ذولا ممكن نيسيسيرتي وبريدكشن التنبؤ. يعني حقيقه هذا الموضوع هو اخر شيء مسوي لك يعني مثل المراجعه، يعني انا حقيقه هذا الشيء اقول له تقرون هنا، اقروا لي اللي بالبدايه، اقروا لي اللي بالبدايه، يعني اللي هذني ذني كلش مهمات وكل الامتحانات تجي من عنده. طبعا يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله استفادتوا من هاي المراجعه للفصل الثالث، وانا حاضر لاي اسئله او اجوبه.